الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني يا منعم ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين
عليه ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ونيبا شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وإن أسأتم فلها. ده مهم قوي. الله
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة. لا 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 لا
Yeah.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم ويدعو الإنسان بالشر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وجعلنا الليل والنهار آيتين
وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وحسابا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طهره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك. يا بتسمع بقى الله يدور اقرا كتابك. اقرا كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك
عليك اليوم عليك حسيبا. كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك يا صلى على النبي. اقرأ كتابك يا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله اكبر. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يا ابني ده موتني ايه بطل بطل والله انت من بطل كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يا معلم وما كان عطاء ربك محور انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقوة ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قولا قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ربك ألا تعبدوا Come on,
وإما طائبن عنهم يطير ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يا سلام الله 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 ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتل
لهم كان رجل كبيرا.